بسم الله الرحمن الرحيم. عمرة عن روح الشهيد طارق الأسود يوم الأربعاء 14/3/2012. اللهم يا حي يا قيوم، يا الله، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا قوي يا جبار، أهلك بشار وزمرته. يا رب رحماك بعفيفات اقتصبت، وزوجات ترملت، وأطفال تيتمت. اللهم إنا بشار وزمرته قد طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فاللهم صب عليهم صوت عذاب وكن لهم بالمرصاد. اللهم لعلهم بكل قطرة دم أراقوها. اللهم ارحم بكاء العذارى ودموع اليتامى وأنين المرضى وقهر المسجونين. وأهلك بشار وزمرته ليعلم أن لنا ربا ينصرنا. اللهم كن للمظلومين في سوريا عونا ونصيرا. اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك. اللهم اجدد بأسك على النظام السوري ومن عانه. اللهم اغفر لنا من قال آمين يا رب العالمين. اللهم انصر أهلنا في حمص برحمتك يا رب العالمين.